نزلت بوشينكي قبح، بس الجيم ده فيه مفاجأة. قابلت في نص الجيم اتنين يوتيوبرية، المهم سمعت الصوت ده داخل البيت اللي جنبي فبشت له جبته، وبعديها سمعت صوت صاحبه جاي يفزعله قمت مديله، وطبعا شعار القبح الفينش قبل النوك مفيهاش كلام. على طول صاحبي وقع واحد من اتنين هنا ففنشته، وحدف نيد على التاني مجابتوش، فقال لي ازاي موال؟ قلت له عشان انت مش طعمية، بص دي قبح خالص. كملنا في مسيرة القبح وبشينا على سكول، ولقينا العربية دي معدية، دمجناهم جدا بس مفيش حد اتنوك. بعديها على طول لقيت الكل مسج دي، ولقيت صاحبي بيقول لي ده سبع وركاوي، وكان وقتها فاتحين لايف. المهم وقعت سبع من العربية وانا بفنشه صاحبه دمجني، وبعديها سمعت صوته اخد العربية ومشى، عرفت انه رايح يعمل له ريكول. المهم بش علينا تيم تاني وفتح لهم نيد، سمعت صوت عربيتهم جاية، قربت من الشباك وحدفتها بس ما جابتهمش. وبصوا بقى النيد دي، تخيلوا معايا كده، هنط من هنا دلوقتي وهحدفها لهم جوه. جابوا التيم بس سبعة تنوك ورقاوي بيرفوا تحت، كان زماني جبتهم بس للأسف الباب مقفول، ملحقش يرفوا وسابوا لما سمعني نزلت. بس 1v1 لو جابني همسح اللعبة. قول الله وكسكل يا ده، كان من منظوري، يشوفوا بقى من منظوره. يا طعمي يا تعال 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 حب. ايوه استنى جاك العب فايت. والله ما تحتلك في ونكمل الجيم، ولقيت ده باين قوي انه منوب. بعديها على طول اخدنا العربيه وبشينا على اتنين هنا، لقيت ده فجبته وصاحبه اخد العربيه وجرى، دمجته وبشينا له على طول، وبشيت علينا وصاحبي وصاحبي جابه. حسبي الله ونعم الوكيل، يا ابني سيب لي كلات. بعديها ماشين لقيت ده اسيبه قمت مديله، وصاحبي في شعار القبح ما يتوصاش، الفينش قبل النوك. بعديها لقيت واحد بيضرب علينا بسنايبر، قلت اجرب الايم. يا سلام عليك يا تعتع، قبح خالص. رمينا سموكات علشان نعرفه نبشه، وفتحت نيد وجيت في قلب السموك وتوقعت ان هم في الاوضه جوه، بوم تخز ربو وجبت واحد على طول، بشيت وجبت ده. وبعديها سمعت صوت صاحبه بيجري، قلت لصاحبي سيبه قمت مديله، واخر اتنين كنا ماسكين عليهم زون كانوا ايزي. فولو لايك اكسبلور.